شوشة، والآن ما زال حصرة الحصرة. هذا مصنع ثاني بس هذا تخصص مختلف. عندي عندك والله الريحة تلعب النفس، تحمد ربكم ما في تقنيات نقول لكم الروائح. الزحلقة هذا ايش عبد العزيز؟ هذا طول العمر حق تحرير العسل، حطوا عليه اضافات ايوه عشان يكون ثقيل. اها طيب الارض معدومه، هذه كلها زيوت مجهول تمضي والله. المصدر بدون بيانات تجاريه، عده انواع الجرجير هذه زيوت. والله يا جماعه معلش